قبل ما نبدا حاب نقول الهدف تاع الفيديو هو تغطيه الدراما للناس اللي حابه تعرف واش راكاين حاجه الزوجه مانيش هنا باش نقول واش من تعرف راه غلط ولا نيشان حاجه ثالثه I really don't care about any of this shit I'm just here to make some content for you guys so enjoy the video يوم جديد دراما جديده جزائر قادمه كما تعودنا كل ما تموت تلقى دراما and this time دراما شويه سخونه دراما هذه فيها اسماء كبيره كما ريفكا ستارلايت نو ميديا للزول ماغري شي دازنت جيف ا فاك واخر الاسماء الثقيله هي ايناس عبد الله واللي ما شكيتش اصلا عندها موت باست على انستغرام تاعها كما تشوفوا دراما من العيار الثقيل والناس تحب الدراما بصح كيفاش الحكايه بدات باش نفهمكم مليح نبدو من نقطه البدايه واللي هي شركه فيوتشر جيت ديزت والاسم إذا ترجمته بالعربية يخرج لك بوابة المستقبل الجزائري بصف الحقيقة بوابة وهمية برك هذه الشركة مختصة في ميدان دراسة في الخارج بلدان كما تركيا ولا أوكرانيا وعلى حسب الهضرة تاع الشركة يقول لك باللي تتكفل بالتأشيرة الإقامة والفيزا ما عليك غير تخلص 250 مليون ولا أكثر وهما يتهلوا فيك Well that's what she said أعطيته دراهم جزائرية أعطيته 245 مليون فهمتين 45 مليون 245 الله العظيم هبك بدون تعليق هبك كل شيء هبك فرشت وان سيكند تو شي فاكن بي بي سي كيدز ولا صاحب الشركة and for my safety ما غاديش نقول اسمه هو هذا الشخص وراح كونتاكتا لي انفلونسرز تاع جزائر كبار باش يبروموتو للشركه تاعو وكما كان الحال دور وترجع الحكايه في الدراهم للاسف الشديد الانفلونسرز تحشت لهم وما حوسوش على الشركه قبل ما يبارطاجوها انا صباح الحمد لله صباح تري بيان الوغ في لاستوري تاع اليوم جبتكم الفيوتشر جيت والضحيه واحدة هي الناس اللي خلص الدراهم باش تروح جيس باش تلقى باللي the reality wasn't like expectations ومن بعد القضية صح كبرت بعد ما الناس بزاف بداو ينتقدوا في الشركة والانفلونسرز اللي بروموتوها كاين شركات تو سامبلومون اللي يديروا لهم الاشهار باش يروحوا يديو الناس يقراو في الخارج وبيان سور دوك الناس مساكن اصافوار كيفاش يجيبوا الدراهم نشوف يماهم تبيع دابها شوف باباهم يتقشف شوف دارهم يتسلف وشوف ما ياكلوش مليح شوف يتقشفوا واش هضروات باش يمشيو يبنيو المستقبل ويجيو هادو الشركات كيما شركه فيوتشر جيت ديزاد يسرقوا لهم دراهمهم وكي يروحوا ما يلقاو ني سكنه ني سجلين روحهم يقراو ني عندهم جامعه مساكن ني عندهم والو ايماجيني والو كاين عباد راحوا مساكن داو معاهم 100 دولار لقاو مكان ني دار ني اوتيل ني اقامه ني انسكريبسيون في الجامعه ني ريان دو تو والسيد ما ريبونديش ناس راحوا لهم 300 مليون 400 مليون 100 مليون وبطبيعه الحال خرج ريفكا بعد ما جريده البلاد دارت ارتيكل عليه وردت الفعل تاعو كانت هكذا بس هو احنا نهضروا بس هو يبغى تخوي دي سوليسيون طلعنا دي زيتيديون اللي كانوا تيمون اللي هضروا جاو شكاو سمعناهم جبنا المسؤول تاع وسطرا باش نعاونوا لي زيتيديون اربع سوايع وحنا نهضروا اربع سوايع باش يجي البلاد باش يقول لك اه ريفكان كر كلش واي علاش هذا المنكر بوركوا ما فهمناش علاش تما خليتو كاع لي زانفلونسور الاخرين خليتوهم كاع وريفكا باش يصحح الغلطه تاعو طلع في لايف مع مول الشركه ولحد الان ما فهمتش اذا هذاك لايف ولا تراي نوت تو لاف اسكو ملي بدا لايف وصاحبنا يضحك صور ولد خالتي اللي يقرا في الانجليز زي مفكرك وقعدنا قصرنا واش قلت لخا ولد خالتي اسمح لي عبد بزاف اسمح لي يا خو هذا ماشي وقت الضحك يا خو باش تفهم ماشي وقت الضحك ضحكة شريرة يا جدك بعد ما الضحكة قلبوها الامونغ اس What is this dude داك دونك عندنا ان بوان هدرتي على الاقامة هاك راك تهدر لي 5 4 3 2 1 امونغوس بعد جا ستانلي لي ماغري قعرها تاع صح كي بروموتا لهاد الشركة بلا ما يبحث على الباك جراوند تاعها بصح على الاقل استعرف بالغلطة تاعو السلام عليكم ان شاء الله راكم بيان انا الحمد لله تبعوا هذه الصوري باسكو كاينه حاجة بزاف مهمة حاجة الأولى برك انا خدمت بيبتا اوكرانية خطرة وخلصت خطرة هذيك الخلصة اللي خلصتها ناوي نعاود نرجعها ديسيدي ناسي اوفيسيال باش نرجعها لي من لي زيتيديون اللي ضروا من هاد لي صوار تسمى اللي خسروا فريمون دراهم بزاف كيفاش نورغانيزيوها انا يعني مولود انا نقصروا فهمنا باش انا نعاود نرجع الدراهم اللي خلصتهم ديجا اصلا ما يشرفنيش نقارد الدراهم عندي انا من النهار اللي صارت هاد لي ستور وحنا نخمو وخطو كيفاش نرجعوا الدراهم كان هذا هو الهدف الاول برك
لازم تدرس لها هذه الحاجه باش ترجع دراهم يلفوا تدرس لها اللي يجيبوا صاله ندرسوا راه نشوفوا كيفاش اسكو نقسموهم على كاع المتضررين ولا يديهم واحد باسكو ماهيش صوم كبيره فاهم تما فوالا انا مع الاخ مولود ان شاء الله نلحقوا الميثود شابه باش نرجعوا دراهم هذوما وفوالا هذا واش كنت حاب نقول وشكرا. ومع انه صعيب تلقى ايجابيات في هذه الدراما بصح هذه فرصه للناس باش ما تبقاش تامن اي بيب يلقاوها عند انفلونسر كبير ماشي بمجرد تشوف شخص كيما ريفكا يقول لك هذه حاجه مليحه معناتها تروح تامنه بلا ما تتاكد من المصدر. عندك عقل خمم شوف وحدك قبل ما تحط دراهم ومن بعد تحصل. وزيد هذه تاني فرصه للانفلونسرز باش ما يبقاوش يديروا اشهارات لاي شركه مهما كانت ماشي غير تشوف دراهم هي تروح تباصي شحال من عبد. هذه القضيه تاع المدارس الاوكرانيه راهي في مده طويله هي كاينه كنت قادر تدي شويه وقت وتفحت قبل ما تدير لهم اشهار في انستغرام بايا it is what it is hopefully you learn from your mistakes. وزيد ان شاء الله يزيد ديون اللي تحشات لهم يسلكوها ويدو حقهم ودوكا تبقى في يد العداله. That's it for the video and that's it for 2021 and the best about all of this is just the start of something great. الهدف تاعي في لامكن to reach 1k subscribers and here we are almost 4k. I mean I can't be more grateful for everyone that supported me in a way or other. And of course, غادي ندير أهداف جديدة, which is hitting the 100k subscribers for next year. I mean, if I learned anything this year, it's probably that nothing is impossible. If you try your hardest and put a lot of passion in your work, you're gonna make it no matter what. If you made it to the end, then thank you for watching. With عجبك الفيديو, like and subscribe. وقول لي في comments وش رايك في الدراما. Also, ما تنساش تابونيني في Instagram. رانا قريب 1K, so let's hit it before tomorrow. And also, since it's the last day of 2021, then happy new year, everyone. I love you all. And as always, take care.